بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المحاضره 19 من محاضرات دوره جي كويري يوزر انترفيس، وهنتكلم فيها عن التعامل مع الديالوج او مربعات الحوار او الرسائل بمعنى صح. ازاي ان انا اعمل ديالوج يظهر على هيئه رساله عن طريق جي كويري، او ان انا استخدمها في ان انا اعمل حاجه اسمها الكونفرميشن بوكس، تمام كده، بحيث المستخدم ممكن ياخد اكشن معين وبناء على هذا الاكشن يتم اخده لخطوه تانيه او لصفحه تانيه، تمام كده. يبقى انا ممكن استخدم الديالوجات او مربعات الحوار او الرسائل في ان انا اظهر رساله تحذير مثلا للمستخدم عند تحميل الصفحه او عند الضغط على زرار، او ان انا اعمل بيها حاجه اسمها الكونفرميشن بوكس، ان انا اخليه يظهر له مربع وبناء على رايه هو هيتم التصرف بعد كده على حسب راي مين؟ المستخدم. طيب هنعمل ازاي الرساله؟ تعالى هنا، دي الصفحه طبعا احنا كنا في اخر مره عليها، وتعالى نرجع عليها بسرعه. ادي في 12، ودي الادوات اللي احنا تعلمنا نعملها. اول حاجه عرفنا نعمل زرار، سواء كان زرار بالشكل دوت بنص بس، او زرار بايقونه، او ايقونه فقط ليس الا. عرفنا نعمل التشيك بوكس اللي هو زي كده، سواء كان مفرد او في مجموعه بالشكل دوت عن طريق البوتن سيتس. عرفنا كمان نعمل الراديو بوتونز عن طريق ان انا احطهم في مجموعه بشكل كده، واستطيع ان انا اختار منهم. عرفت اعمل الديت بيكر بحيث ان انا ممكن افتح ديت بيكر بالشكل دوت واختار منه التاريخ، وكمان اثر على تاريخ تاني بحيث ان انا اخلي المينيمم بتاعه في وقت معين والماكسيمم بتاعه في وقت معين، واختار التاريخ اللي انا عاوزه. ده اللي احنا وصلنا له اخر مره في التطوير بتاعنا للجي كويري. النهارده ان شاء الله المفروض تعرف ازاي تعمل رساله عن طريق جي كويري يوزر انترفيس. تعال نخش كده على دريم ويفر مره ثانيه، وهنيجي هنا وهنيجي في الكود بتاعنا، وهنيجي في اخر حاجه في الاتش تي ام ال اللي احنا كنا كاتبينها، وليكن بعد المكان ده بيتاج اظن ان في قوس بالشكل ده على كنترول اس، قوس ده ما كانش مكتوب، تمام. وهاجي في المكان ده وهوت بعد تاريخ العوده اللي هو ده، وهعمل هنا مثلا باراجراف، واكتب في الباراجراف ده التعامل مع الرسائل عشان نبقى عارفين احنا فين بالظبط. تعامل تعامل مع الرسائل، لو انت عايز تسميها مربعات حوار برضه مفيش مشكله، ومربعات مربعات الحوار بهذا ايه؟ بهذا الشكل. ادي كنترول واس، تمام كده. وقفت 12 ملف المفاتيح، اصبح عندي هنا باراجراف تعامل مع رسائل مربعات الحوار. اول حاجه هعملها ان انا هعمل ديف بعد الديالوج ده، هروح اعمل ديف بالشكل دوت، ديف ديف بقى. تمام كده، واروح قافله وهدي الاي دي بتاعه، الاي دي بتاعه وليكن ماي دايو او ماي دايلوج على حسب انت عاوز تسميها، انا اختصر بس ماي دايو وليكن بالشكل دوت. وهدي كمان تايتل للديف دوت، تايتل اللي هو هيكون عنوان الرساله، هذا هو مربع الرساله، هذا هو مربع الرساله، اوكي. طيب وجوه الديف ده يا جماعه، خش جواه كده، تمام. هروح عامل باراجراف، هو هيمثل الجسم بتاع الرساله، باراجراف بي تاج، بي تاج، تمام كده. واقول له مرحبا بك في عالم الجي كويري يوزر انترفيس، مرحبا بكم في عالم الجي كويري، الجي كويري يو اي، يو يوزر انترفيس، اوكي، تمام كده. وادي كنترول اس من ناحيه المفاتيح، وادي اف 12. طبعا لو انت عملت كده هيبتدي يظهر لك بس باراجراف لكن مش مربع. طب ازاي احول الديف ده لمربع؟ ماشي كده، هاجي تحت هنا في السكريبت اللي هو خاص بالجي كويري، وانزل تحت في اخر مكان احنا كنا واصلينه اللي هو المكان دوت، اروح واخد انتر واقول له اوصل لي للديف ساين دولار، وبعد كده العلامه ديت، وبعد كده علامه الهاش للماي دايو ده هو ده، واقول له دوت دايا دايا لوك بهذا الشكل، دايا لوك بشكل ايه؟ بالشكل ده. واضغط كنترول اس من تحت المفاتيح، دايا لوك دايا لوك، واضغط اف 12. هتبص كده يا جماعه لما على طول
الصفحه حملت بدا يظهر معايا مربع رساله. مربع رساله بشكل ايه؟ بالشكل دوت. مربع رساله بيقول لك ان انت في العنوان بتاع الرساله بتاعتك هو عباره عن العنوان دوت، تمام كده، والبادي بتاع الرساله هو عباره عن البادي دوت، تمام كده. تمام، يبقى كده نجحت ان انا احول الديف اللي كان موجود هنا الى ايه؟ رساله. طيب انا مش عايز الرساله دي تبدا تظهر ساعه ما تحمل الصفحه، يعني الرساله دي لما حملت الصفحه بدات تظهر، انا مش عاوزها تظهر كده، انا عاوزها تظهر لما اضغط على زرار. هبتدي اعمل بوتوم هنا، وفي البوتوم ده هقول له اظهر الرساله ديت لما اضغط كليك على مين؟ على البوتوم. تعالى كده، تعني هنا في دريم ويفر مره ثانيه، وهنيجي فوق في الحته بتاعه الكود بتاع الاتش ميل اللي هو في المكان ده، وبعد الديف بتاع الديالوج هنقول له انا عاوز اعمل بوتوم، ماشي كده، وليكن البوتوم ده دي اي دي اوبن بوتن، والبوتن ده لي اي دي اوبن، سوري بوتن، والبوتن ده لي اي دي اوبن، اوكي تمام. وبعد كده هقول له اضغط هنا لإظهار الرسالة، ده البوتن، اضغط هنا لإظهار الرسالة، اوكي تمام كده. كنترول اس لفت المفاتيح واف 12، وهبص الاقي هنا البوتن ظهر. طبعا خلي بالك المربع ده بيظهر افتراضيا، لان انا عامل لسه تحت الديالوج ان هو ايه؟ يظهر. انا عاوز دلوقتي لسه اعمل له حدث كليك، وكمان هدي له نفس السيم اللي احنا شغالين عليه. يبقى اول حاجه هنزل تحت وهدي له نفس ايه؟ نفس السيم، تمام، قبل ديت هوم. تمام كده، هقول له اول حاجه ساين دولار، وبعد كده هقول له اوصل لي للبوتوم ده عن طريق الاي دي بتاعه هاش اوبن، اوكي تمام، دوت ايه؟ دوت بوتوم، دوت بوتوم بهذا الشكل، وكنترول اس وف 12. تعال نشوف اللي هيحصل. هبص تلاقي البوتوم خد نفس التنسيق بتاع ايه؟ بتاع السيمز. طبعا انت اتعرفت ازاي ان انت تغير السيم، يعني انا ممكن في لحظه ممكن اغير السيم بتاع الحاجات ديت. هاجي هنا في الدريم ويفر وهطلع فوق، واجي بعد كلمة السيمز هنا واحط السيم اللي انا عاوزه. طبعا انا يمكن اجي على الجي كويري اهي، جي كويري يوزر انترفيس لسه موجودة، النت قطع، افتح النت، اتصال تاني، جي كويري يوزر انترفيس، اخش على السيمز، تمام، واختار السيم من الجاليري بتاع السيمز بتاعتنا، وليكن السيم اللي اسمه فليك ده. تعال نشوف فليك هنا، اكتب كلمة سيمز فليك، كنترول اس وف 12. هتلاحظ كل الاشكال بتاع الزراير، التشيك بوكس، الراديو بوتون، الديت بيكر كمان كلها اتغيرت، بحيث ان هي الرساله نفسها تحس ان هي تظهر بهذا الشكل. طيب تعال نرجع لمرجوعنا كده، انا عملت ستايل للبوتوم بحيث ان هو ياخد نفس السيم اللي هو شغال انت عليه دلوقتي، وعايزين نضغط على الزر ده تظهر رساله، ما تظهرش كده مره واحده. هنعملها ازاي؟ هنيجي تحت في الكود، تمام، في المكان دوت، وبدل ما اقول له ان الساين دولار مع الراديو ديالوج، هاجي هنا الاول هقول له لو انت ساين دولار، ساين دولار، واروح حاطط نص واحط على ديت واقول له هاش، لو وصلت للزرار اللي اسمه اوبن، تمام كده، هتعمل وعملت عليه كليك كليك دوت كليك، هتروح منفذ الفانكشن ديت، فانكشن تمام كده، حط قوسين، وبعد كده حط تو كيرلي براكتس، وبعد كده اقفل هنا، وبعد كده اخد التو كيرلي براكتس دول انزلهم هنا، تمام كده. طيب اول حاجه هقول له روح افتح المربع ديت، تمام كده، بس انا ممكن هنا هاخد الجمله دي قدام شويه فوق الاول قبل ما اعمل الكلام ده، هاخد دي كنترول اكس احطها هنا في الحته ديت. ليه؟ هقول له اول حاجه خلي الاوتو اوبن يكون فولس، يعني دي خاصيه هنا في الديالوج، هقول له خلي بالك خلي الاوتو اوبن بتاع الديالوج ده يكون ايه؟ فولس. الاوتو اوبن، اوتو
ابو او بين هيكون ايه؟ فولس. فولس دي اول خطوه، تمام؟ يعني لما تيجي مثلا تعمل اف 12 ما يفتحليش المربع ايه اوتوماتيك كده، المربع ما بيظهرش اهو، تمام كده؟ انا عاوز الاظهار يتم لما اضغط على مين؟ على نفسي. اول حاجه بقول له ان المربع بتاعك ده ما يظهرش، تمام كده؟ افتراضيا طبعا الجمله دي موجوده اللي هي اوتو اوبن يكون فولس، ما يظهرش افتراضيا. هيظهر امتى؟ لما اعمل كليك على مين؟ على البوتون اللي اسمه ايه؟ اوبن، تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده هقول له هنا ساين دولار، يظهر بقى الديالوج طالما عملت كليك على البوتون، تمام كده؟ ساين دولار، واقول له ماي داي ماي دايو اللي هو دوت دوت دايلوج دوت دايلوج دايلوج كده، واروح حاطط قوسين، تمام كده؟ واقول له الحاله ديت افتح لي بقى ايه؟ افتح لي المربع دوت اوبن، واروح اعمل سميه سنكور. يبقى ايه اللي هيحصل كده يا جماعه؟ اول ما الصفحه تحمل هقول له ان الديالوج اللي انت عامله دوت ما يظهرش اوتوماتيك عن طريق خاصيه ايه؟ الاوتو اوبن بتساوي فولس، او الاوتو اوبن بتبقى ايه؟ فولس. تاني حاجه هقول له طبعا انا عملت ستايل للبوتون الاول، عملت له ستايل عن طريق ان هو اعطيته البوتون فانكشن، وبعد كده قلت له لما اضغط على البوتون بتاعي دوت نفذ الفانكشن ديت انك تظهر لي الديالوج اللي اسمه ماي دايو في وضع الفتح، تمام كده؟ يعني اضغط اف 12 ونشوف اللي هيحصل ايه. لو ضغطت هنا هتبص تلاقي المربع ايه؟ ظهر. ممكن اقفله على الاكس ديت تاني اهو. 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 يبقى انا كده ربطت البوتن دوت مع مين؟ مع المربع دوت بالشكل اللي انت شايفه. ولو حابب تغير السيم طبعا ممكن تغيره في اي لحظه. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوها. الحلقه ركزت بشكل عام ملخص سريع كده ازاي ان انا اتعامل مع مربعات الحوار. لو انا بصيت على الكود بسرعه هتلاقي ان انا قلت له في حاجه اسمها ديالوج تبتدي تظهرها، مش كده؟ واذا ضغطت على الزرار تبدا تظهر ديالوج دوت عن طريق الديالوج فانكشن مع الاوبن اي بارامتر، تمام كده؟ تمام. يا ريت انت تجرب الكود ده بيدك وتحاول انت تشوفه بنفسك وتجربه بيدك، لان هو ده اللي هيعلمك ان شاء الله كودك. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه. وكل المشاكلين كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزوادي من قناه مصطفى الزوادي للعلوم الحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.